تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة. توجيهنا لضرورة يعني التوبة وكونها فريضة يعني متجددة يعني في كل يوم وليلة. نعم، يجب على كل مسلم وكل مسلمة في كل وقت وحين تجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التفريط قائم والتقصير قائم، فإما أن نقع في الذنوب والمعاصي بدرجاتها الثلاث الكبائر والفواحش واللمم، وإما أن نقع في التقصير في حمد النعمة وشكرها أو في حق الله الذي يستحق أن نعبده، فيقع التقصير. فلذلك التوبة لازمة على كل حال، ولا بد من تجديدها دائما، فهي وظيفة متجددة، ولا بد من تجديدها في الصلاة وفي غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله واستغفروه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث ابن عمر أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يجلسه أكثر من 100 مرة أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. هذه التوبة بهذا الاستغفار لها مزايا كبيرة على الإنسان، فإن الإنسان في كل لحظة عرضة لأن يموت، وهو محتاج إلى حسن الخاتمة، وحسن خاتمته إنما يكون بالتوبة إلى الله. وأيضا فإنه يقع في كثير من الأعمال، منها ما هو خفي بينه وبين الله، فكثير من الشرك وكثير من الأمور خفية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان يقول أيضا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فالكثير من الأعمال فيها خفاء، فيحتاج الإنسان إلى تجديد التوبة فيها دائما، قبل أن يبغته الموت، وقبل أن ينقطع الحبل الذي بينه وبين الله. كل إنسان بينه وبين الله حبل، فهذا الحبل ما دام موجودا فإنه حتى لو وقع في معصية يتوب ويرجع، لكن إذا انقطع الحبل وتجاوز الإنسان الدائرة التي سمح له بها، حينئذ لا يصعب الرجوع، لا يرجع. نعم.